خلونا نروح إلى خبرنا التالي. طلاب كلية العلوم بجامعة بني سويف عملوا إيه بقى؟ عملوا اختبار ابتكروا بطريقتهم هم وبعقولهم وبالعلم اللي وصلوا له بأمر ربنا، يعني البصمة الكربونية لمعرفة مدى تأثير الأفراد على البيئة. ده كلام كبير جدا عليا. خلوني أخد معايا على التليفون دكتور حمادة محمد محمود، عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، ومساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور حمادة، هو أنا كنت علمي صحيح، بس أنا بكالوريوس اقتصاد، فالكلام ده كبير عليا قوي يا دكتور. قدر الإمكان، وأنا أعلم جيدا أن العلماء لا يحبون التبسيط لأنه العلم في حد ذاته كبير وممتلئ بالأمور، بس بسطها عليا أنا والمواطنين. يعني إيه البصمة الكربونية لمعرفة مدى تأثير الأفراد على البيئة؟ بشكر حضرتك على تسليط الضوء، وبأكد لك ان العلم بسيط بطبعه، ودور العلماء الحقيقيين ان هو تبسيط الامور علشان اخواتنا وعلشان المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لان لو انعزلنا عن المجتمع الدور هيبقى ضعيف جدا. الفكره ببساطه ان احنا في كليه العلوم وجامعه بن سويف عندنا رؤية دايما لرفع المستوى العلمي والبحثي، بداية من مرحلة البكالوريوس والتعليم في المرحلة الجامعية، مش بستنى لما الخريج يتخرج وبعدين يبدأ يدخل المجال البحثي من خلال ماجستير أو دكتوراه. احنا بنخلق جيل واعي عنده رؤية، عنده قدرة على التصدي لمشكلات ومواجهة مشكلات بتتصدى ليها الدولة وبيتصدى ليها العالم، من خلال تكوين عقلية قادرة على التفكير العلمي بشكل جيد. عندنا فرق بحثية بيتم رعايتها من مرحلة البكالوريوس، من أول يوم من دخولهم الكلية بنعمل أسبوع تعريفي بنعرفهم بالمجالات المختلفة، وبنبدأ الطلاب اللي عندهم اهتمام بالمجالات البحثية بنشتغل على منهج التفكير العلمي، بنشتغل على طرق الكتابة، بنشتغل على طرق التواصل وطرق العرض وكده. بينتج عن ده من خلال التوجيه ومن خلال رعاية الكلية ورعاية الجامعة ورعاية الدولة من خلال مراكز الابتكار ودعم الشباب الباحثين، بيبدأ يحصل توجه لبعض الطلاب لبعض المجالات حسب التخصصات المختلفة. فإحنا عندنا في فريق اللي هم بنسميهم جرين إيكو تيم، هم مسميين نفسهم على فكرة كده، يعني هم حابين يدوا الاسم ده لنفسهم، بيبدأ يشتغلوا على بعض الأفكار اللي هي بتدعم البيئة بمجالات مختلفة. بتيجي توجه الدولة وتصدي المشكلة عالمية زي تغير المناخ ورعاية مصر للكوب 27 واستضافتها لحدث عالمي زي ده، ودي قيمة لوحدها، لأن ده بيبدأ يحرك الأفكار وبيحرك التوجهات داخل القطاعات المختلفة تمشيا مع رؤية الدولة. ابتدى يبقى فيه تسليط للضوء على الأبحاث اللي هي خاصة بمجال البيئة بشكل أو بآخر على كل المستويات. فولادنا الطلاب من خلال متابعتهم ومن خلال وجود كلية العلوم جامعة بن سويف كشريك أكاديمي في عدد من المؤتمرات، ونظمنا مؤتمر لتغير المناخ بالتعاون مع جامعة بحثية كبرى زي جامعة النيل، ودخلنا كشريك أكاديمي في أكثر من فعالية. ولما بنقول شريك أكاديمي يعني طلابنا بباحثينا بأساتذتنا، احنا بنشتغل كمنظومة متكاملة، والطلاب في عين وقلب وعقل هذه المنظومة، لأن ده الهدف الأسمى، إن أنا أغير وإن أنا أطور وإن أنا أطلع جيل بيفكر بطريقة مختلفة وبيشتغل بمنهج علمي للتعامل مع المتغيرات اللي بيتعامل معها. نتيجة مشاركة الولاد في أكثر من فعالية ونتيجة الرعاية البحثية ليهم، فالولاد ابتدوا يفكروا في حملة انا بحب جدا فكرة ان هم اللي بيفكروا واحنا بنرعى، ان احنا بنوجه ونرشد وهم اللي يختاروا ويقرروا، بحيث ان انا اصنع حالة انتماء للفكرة من خلال الطالب. طبعا حضرتك طبعا فاهم ده كويس، ويعني ان يبقى المحرك ذاتي، لكن انا مهم ان انا اعمل له جايدنج، ومهم ان انا اوري له مناهج واحطه في الاسلوب العلمي المظبوط، وبعدين يبدا يشتغل في قضايا هو مؤمن بيها.
ولما يتلاقى الهوى بقى من قضايا المؤمن بيها تبقى هي قضايا الدولة، يبقى هنا الانتماء والفكرة جاي بدوافع ذاتية. صحيح. إن هو اللي اختار إنه يتصدى المشكلة الدولة بتتصدى ليها، وبيحس بقيمة الفكرة بتاعته لما بيلاقي إن فكرته دي متمشية مع التصدي لمشروع الدولة بترعاه وفكرة بتهم العالم. ومشكلة مشكلة البيئة والمناخ هي مشكلة كبرى، وعشان كده دي قيمة مصر هي تتصدى لمثل هذه المشاكل الكبرى. ده مشكلة كبرى لأنها بتهم قطاع كبير، بتهم العالم كله. كبرى لأنها متداخلة، فيها بعد علمي، فيها بعد اجتماعي، فيها بعد سياسي، فيها بعد اقتصادي. المجالات والمناخ متداخلة جدا. فالولاد نتيجة مشاركتهم معنا ونتيجة حالة الوعي وحالة الحراك العلمي والبحثي والبيئة اللي الجامعة عاملاه بدورها في نشر الفكرة والتوجيهات، إدارة الجامعة ومعالي رئيس الجامعة دكتور منصور حسن والدور المتكامل اللي الكليات بتسعى ليه، الولاد جات لهم فكرة من خلال المعلومات اللي وصلوا لها إن إحنا عايزين نعمل حملة. الحملة دي متواجبة مع مؤتمر تغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وإن الولاد يبدأوا يعملوا واحد زي استمارة إلكترونية هم ابتكروها، ابتكروا مجموعة أسئلة. مجموعة الأسئلة دي من خلال الإجابة عليها بتبدأ تاخد سكور معين، كل سؤال أسئلة ليها علاقة بالسلوكيات اليومية، بتروح الكلية بتاعتك إزاي، بتمشي ولا بتركب بسكليت ولا بتركب بعربية خاصة ولا مواصلة عامة، وبحسب السؤال بتاخد درجة معينة. استهلاكك بتطفي التلفزيون يعني من خلال النشاط الإنساني بقدر أعرف اليومي، بقدر أعرف حجم التأثير بتاعه في قدر الانبعاث الكربوني ويأثر قد إيه على البيئة. صح كده؟ ده طلع ان انا لما دخلت ثانويه عامه علمي طلعت يعني استفدت شيء ما. دكتور حماده انا عايز استاذنك في حاجه. عايز استاذنك في ان انا زملائي يعني انا بطلب منهم على الهوا اهو، انا عايزهم يجوا لحضرتك الكليه بالتحديد، حضرتك والمشرفين على هذا المشروع والطلبه، وعايزين نصور تقرير. انا عايز بعمل كده ليه؟ عايز اشجع الطلاب دول، وعايز اشجع اللي هيتفرجوا عليهم من طلبة كليات العلوم المختلفة في عموم الجمهورية انه البحث مقدر ومهم، وان الباحث نجم، يعني مش بس الفنان الكبير والمطرب الكبير والممثل العظيم، الباحث والعالم نجم، وانه في يوم من الايام هيبقوا زي دكتور زويل الله يرحمه يا رب. وأنا من المؤمنين بأنه كلية العلوم دي هي أم الكليات يعني. فأنا عايزين أقول أشكرك يا دكتور حمادة، نورتنا أولا بهذا الاتصال، وإن شاء الله زمايلي يعني يصوروا التقرير ده مع حضراتكم. كل الشكر دكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف، الباحث والعالم نجم النجوم. أنا بكلمك بأمانة.